ما نسمع نسمع حتة صغيرة منها كده. ماشي. يلا نعمر بلدنا ونبدأ من جديد، ونعوض اللي فاتنا بإرادة من حديد. يلا نعمر بلدنا ونبدأ من جديد، ونعوض اللي فاتنا بإرادة من حديد. حنلاقي بكرة أحلى وحياتنا تبقى أحلى، ومصر لفوق هتعلى لو نبدأ من جديد. يلا نعمر بلدنا. الله حلوة. ويا رب نبدأ يا رب. من جديد. اه بالظبط. انا بقى حبيت ان انا اعمل فكره ان احنا يا جماعه اللي يعني اللي فات خلاص خلاص ما نبصش عليه، لا يعني هنبص عليه كل حاجه، بس نبتدي نفكر في اللي قدام. يعني اللي فات خد مننا كتير، فيعني نعمر بقى ونطور ونبتدي نشتغل وكله، يعني نبني البلد بقى من اول وجديد يعني، وكل واحد في مجاله يعمل اللي بالزبط عليه. هو ده بالظبط. الفكر. فتقوم نهضه وكل واحد من اول يعني كان له حق، لازم ياخده اساسي طبعا، بس انا بتكلم ان احنا عامه لازم الفكر كله يتجه للمستقبل بقى. بس هي دي فكره الاغنيه. يا ريت. بس فكره حلوه، وفكره يعني فكره يعني. بالظبط. لان احنا زهقنا بقى من فكره ان احنا عايزين ندور بس في دفاترنا القديمه. بالزبط. طب نسيب القانون يعني ياخد مجراه واحنا نبدا خلاص بقى. كل حاجه تبقى ماشيه، لكن احنا نبني بقى ونفكر في مستقبلنا وفي حياتنا، لان احنا مش هنفضل نعيش على الذكرى اللي كانت كنا عايشينها يعني، او المشاكل هنفضل عايشين فيها طول عمرنا. لازم نبتدي نطور من نفسنا ونفكر، وكل واحد في مهنته يعمل احسن حاجه عنده، وبجد نحب مصر، ونبتدي ان كل واحد فينا يعني نحط ايدينا في ايد بعض ونعمر بلدنا فعلا.